السلام عليكم يا دكاترة، إن شاء الله أنا دلوقتي هناخد تاني محاضرة معانا في منهج الباثوفيسيولوجي اللي هي الباثوفيسيولوجي أوف إنفلاميشن. هنعرف فيها إيه؟ أول حاجة طبعا زي ما اتعلمنا الـ ILOs بتاعتنا Definition of Inflammation، Know the different causes and mechanism of inflammation، وهنعمل description للكيميكال mediators of inflammation، هنفهم السيستميك effect بتاع الانفلاميشن وبتعمل ايه، understand mechanisms of wound healing. لو قلنا الانفلاميشن معناها ايه؟ protective response to eliminate the initial cause of cell injury، diluting or destroying and neutralizing the harmful agent. يعني التعريف ان هي حاجة protective بتشيل الأسباب الرئيسية بتاعت السيل إنجري، تخففها وتكسرها ونيوترالايز بتعادلها وتخلص الجسم منها. في عندنا الخلايا اللي هي الليوكوسايتس كلير الووند، يعني هي بتنظف الووند وبتعمل ايه من وبتعمل تيشو ريبير. طيب البيربوز اوف انفلاميشن، يعني الانفلاميشن دي حلوة ولا وحشة، مفيدة ولا مضرة؟ المفروض ان هي في النورمال مفيده. احنا بنقول انها وحشه امتى او انها مضره امتى؟ لو ابتدت تزيد عن حدها او ابتدت حاجات مضره تبتدي تحصل. يعني هي البيربوز بتاعها لوكالايز اند اليمينيت ذا كوست اوف ايجنت، ليميت تيشو انجري، ريستور تيشو تو نورماليتي. لو قلت ان هي مفيدة امتى؟ مفيدة امتى؟ مثلا لو حصل عندك مثلا ناموسة قرصتك، ابتدي تدخل توكسين جوه الجسم، هنبص نلاقي الجزء ده ابتدى يحمر وابتدى يبقى فيه حرارة وابتدى يبقى فيه جامد شوية او ناشف شوية. لو سبته يومين ثلاثة كده كل الحاجات دي تروح لوحدها. يبقى هو ايه اللي بيعمله الجسم؟ بيحاول يحجم الميكروب اللي الناموسه دي او البعوضه دي بتحاول تدخله، وبيبعت لي الخلايا اللي تقضي عليه والخلايا اللي تاكل الديبرايز ده او الاجزاء اللي هتتبقى وتخلصني منها ويرجع التشو نورمال وريبيرد زي ما هو زي ما كان. طيب من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون مضره عندنا ايه؟ واحد دخلت حاجه في القصبه الهوائيه، فبيحصل بيبقى عنده كحة أو بتلاقي فيه بلغم، أو البلغم ده عبارة عن إيه؟ أو الديفنس ميكانيزم، هو الجسم مش عايز يدخل الحاجة دي جوه الرئتين فبيروح عمل لها مصيدة. المصيدة دي عبارة عن السبيوتم، يعني ده برضو جزء من الانفلاميشن اللي هو بيعمله، بس بيعمله علشان يحميني، بس بتكون النتيجة ان هو بيعمل obstruction، بيبتدي الحاجات دي كلها تتراكم. لو انا ما اديتش انتبيوتك مثلا او خلصت الجسم من الجسم الغريب اللي داخله، فبيبتدي المريض بيشتكي من الانفلاميشنز دي نفسها. عشان بس نعرف الفروق بينها او هي مفيدة او هي مضرة. اتمنى ان تكون الصورة وصلت ليكم. It can be divided into two types, acute, chronic. طبعا كلنا عارفين الفرق. الأكيوت بيبقى الزمن بتاعه قليل، يعني بسرعة كده بيتكون، ممكن بسرعة يخلص كمان، لكن الانفلاميشن الكرونيك بتبقى على اللونج ران. نشوف هنا جدول كده مقارنة بسيط ما بين الأكيوت والكرونيك. بالنسبة للكوز سنجل انجري بالنسبة للأكيوت. طيب في الكرونيك بيبقى permanent present of the caustic agent، موجودة لفترة طويلة، durations hours days. هنا في الكرونيك بيوصل إلى week months years depending on the caustic agent. بس للأسف الشديد الملاحظ وحاجة غريبة جدا بالنسبة لكوفيد 19، الملاحظ ان هو المريض ممكن في ظرف أسبوع وتلاقي حصل فيبروزس في اللنج. طب ازاي؟ من النقط الغريبة أو الحاجات اللي مش مفهومة لغاية دلوقتي. Presentative symptoms في الأكيوت بلاقي increase permeability و exudation، يعني في سوائل وفي مرور دم في المنطقة كتير. لكن بالنسبة للكرونيك بيبقى proliferative fibroblast
ونو اكسوديشن، يعني في فايبروبلاست بتبقى موجوده في المكان. مين كومبوننتس ان ذا بروسيس؟ في الاكيوت ليكويد بروتين وبروتيزز وانتي بروتيزز وبوليمورف نيوكليار ليوكوسايتس والماكروفاج. لكن في الكرونيك بيكون في ماكروفاج وليمفوسايت وسينوفيل وجرانيولوسايتس. الكونكتنج رياكشن في الاكيوت بيبقى ثرومبوزز، لكن الكرونيك بيبقى اميون ريسبونس. لو قسمت او قلت ايه الكوزز بتاعت الاكيوت انفلاميشن، اكيوت انفلاميشن ممكن تبقى فيزيكال ايجنت، تروما، لو واحد اتخبط في رجله تاني يوم تبص تلاقي رجله ورمه وابتدت تحمر ويحصل البين والكلام ده كله. هيت، كولد، الترا فايلوت لايت اند راديشن. نمره 2 irritant and corrosive chemical substance زي الاسيد والالكالي. microbial infection biogenic bacteria. باي اللي هي producing pus، جين يعني produce، يبقى باي يعني pus، جين produce اللي خد معايا الترمينولوجي. biogenic bacteria. immune mediated hypersensitivity reaction، يعني دي بتبقى يعني example عليها ال immune mediated vasculites. في اخر حاجة tissue necrosis ischemia resulting in myocardial infarction، ده الاكزامبل اللي عليها. بالنسبة للكرونيك انفلاميشن هنلاقي مايكرو ارجانيزمز ريزيستنت فاجوسيتوزيس. ما هو اخر مرحلة في الاكيوت انفلاميشن بتكون عملية الفاجوسيتوزيس، يعني بتروح خلايا تبتدي تاكل الديبرايس او تخلص الجسم ومن كل البقايا بتاعت عملية الانفلاميشن. التي بي والليبروزي ده بيكون مقاوم لعملية الفاجوزيتوزيس، بتكون النتيجة ان زي ما يكون واحد اكل حاجة واتحشرت في زوره، يبتدي الجسم مش عارف يتخلص منها ازاي، يروح عامل كرونيك انفلاميشن. الفورين باديز اجسام غريبة عن الجسم، ممكن تكون اندوجينوس وممكن تكون اكسوجينوس. لو اندوجينوس ممكن تبقى بون، واحد رجله اتكسرت فبيبقى فيه فتفيت عظم موجودة حوالين الكسر، فدي برضو ممكن تعمل لي كرونيك انفلاميشن واليوريك اسيد كريستالز. طب الاكسوجينوس السيليكا او السوتشر ماتيريالز لما بيكون عاملين لحام في العظم او بنحط شريحة ومسامير وحاجات زي كده، في بعض الاحيان الجسم بيرفضها فبيعمل كرونيك انفلاميشن حواليها بس في وقت طويل. سام اوتو اميون ديزيز ذا روماتويد ارثرايتس برايمري جرانيولوميتس ديزيز زي الكرونس ديزيز، ده برضو بيبقى كرونيك انفلاميشن. سكندري تو اكيوت انفلاميشن زي ما قلت لكم في الاول زي التي بي والليبروزي بيبقى اساسا، او يعني ميكروب تاني او اي حاجه تاني دخلت عمل اكيوت انفلاميشن ما قدرش يخلصني منها، تقلب تبقى سكندري كرونيك انفلاميشن. الكارديينال ساينز بتاعت الأكيوت إنفلاميشن ريدنس ديو تو دايليشن أوف فاسكولار بيت. طب الهيت ريزلت فروم إنكريز براد فلو، الخطوة التانية. سويلينج لما حصل الريدنس والإنكريز براد فلو ابتدت الخلايا تتوافد على المكان ده علشان تقوم بالدور بتاعها فبيحصل سويلينج. بين علشان increased pressure and chemical mediators. loss of function arise from pain and swelling of the affected area. يبقى دي الكارديينال ساينز بتاعة الأكيوت انفلاميشن. الخطوات بتاعة الأكيوت انفلاميشن rapid vascular response وcellular events وهنشوفهم بالتفصيل دلوقتي. The main function of these events is to bring elements of the immune system to the site of injury and prevent further tissue damage. يبقى الخطوات دي بتحصل علشان تجيب لي ال elements بتاعت الاميون سيستم اللي هيخلصني من ال organism او الميكروب اللي داخل او الفورين بوديز اللي داخله، وعلشان تمنع further tissue damage. خطوة خطوة كده نشوف السيلولار باثوجينيسيس. هنقول اوفر فيو الباثوجينيسيس اوف اكيوت انفلاميشن كيرز ثرو سيفرال ستيجز. انيشيالي فاسكولار وذين
and around the site of injury respond by increasing blood flow. يبقى اول حاجة لازم يزيد blood flow علشان تبتدي تستدعي الخلايا اللي هي عايزاها. Subsequently, immune cells are recruitment to the vasculature and extravasate. يعني الخلايا بتاعت الاميون سيل اتوظف نفسها تروح عند الفاسكيليتشر ده واكسترافازيت يعني بتودي نفسها للمكان المطلوب into the injured parenchyma. Extravasated immune cells then migrate to the injured cells and using gradients of inflammatory molecule as a guide. حاجة اسمها كيموتاكسس او عملية الكيموتاكسس دي مواد كيميكالز بتبقى تجذب الخلايا دي للمكان اللي هي عايزاه. يعني هو بيبقى كاسكيد كده بالظبط، تتابع الحركة دي تحصل، يبتدي اللي وراها يحصل، اللي بعديها يحصل، اللي بعديها يحصل، لغاية ما الجسم يخلصني من عملية الانفلاميشن او الجزء الخارجي اللي ابتدى يعمل اللي ابتدى الجزء الانفلاميشن. Once immune cells reach the site of injury, they proceed to phagocytose and degrade cellular debris. تحصل عملية phagocytosis ويكسر cellular debris and any microbes which may be present. وأي ميكروب موجود. نمرة واحد في الفاسكولار تشينز دي، أول ما بيحصل على طول الاستيمولس يحصل vasoconstriction لمدة ثواني معدودة followed by sustained vasodilatation. ايه لازمة sustained vasodilatation؟ بيزود blood flow. خلاص additionally الخطوة اللي بعدها على طول endothelial cells in local capillary beds contract. يعني انتوا عارفين عربية الاسعاف كده لما تيجي معدية وتدي سرينة، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي العربيات تلم على جنب، اهو ده عملية الكونتراكشن، الخلايا دي بتلم على بعض فبتدي مجال وسكة عشان الخلايا التانية تعرف تعدي وتوسع، هي بتوسع لها فبتزود الفاسكولار بيرميابيليتي علشان تقدر الخلايا التانية تعدي. مين اللي بيعمل لي الكلام ده؟ في كيميكال ميدياتورز اسمها استامين وبراديكاينين ونيتريك اوكسيد وليوكوتراين بي 4، كل دي بتزود الايه الفاسكولار بيرميابيليتي. بعد كده الاميون سيل extravasation، مين اللي بيقوم بالعملية دي؟ اليوكوسايت. مين أكتر واحد في اليوكوسايت؟ النيتروفيل. يبقى لما يجي لك سؤال MCQ مين اللي بيقوم بعملية extravasation قلنا أو البلد سيلز المستخدمة في عملية الانفلاميشن هي اليوكوسايت mainly نيتروفيل. stages بقى انا هوريكم الرسمة بعدين، بس احنا نشوف او ممكن اوريكم الرسمة دلوقتي ونقرأ الكلام بعدين. ادي الرسمة اللي بتوضح لي العملية كده كلها. هنقول ادي النيتروفيل ابتدت توجه نفسها او ابتدت تروح ناحية الحواف بتاعة البلد فيسلز، بتودي نفسها وتبتدي تعمل حاجة، دي أول حاجة اسمها مارجينيشن. يبقى أول خطوة اسمها مارجينيشن، بتروح على المارجن أو المنطقة اللي هي فيها إنجري طبعا under influence of الكيميكال ميدياتورز. بعد كده تبتدي تعمل رولينج، هتدور نفسها على البلد فيسلز under effect of ميدياتور اسمه أو حاجة اسمها السيلكتين. يبقى الال سيلكتين ده هو اللي يبتدي يعمل رولينج. الال سيلكتين ده هنا هقول لكم الال سيلكتين ده اللي هو اللي لونه ازرق هنا في الرسمة اللي قدامنا. ده الال سيلكتين. الال سيلكتين بيبتدي شيدنج، شيدنج يعني بيتخلع من الخلية أو يخرج، بيخلي الانتجرين ده يرتبط بالإي سيلكتين. ارتباطه بالإي سيلكتين ده معناه إن الخلية دي حصل لها أدهيجن، ابتدت تلزق على الجدار بتاع الإيه البلد فيسلز. بعد كده بتعمل حاجة اسمها ديابيديسس، زي ما تكون بتعمل
بادز كده او بودز بتعدي من بين الخلايا وتبتدي تدخل على المكان بتاع الانجري زي ما احنا شايفين هنا اهو. عملت الايه البودز بتبتدي تعدي، ابتدت تعدي تروح داخله على الميكروب نفسه او اللي عمل الاستيمولوس، وتبتدي يحصل عمليه الفاجوزايتوزيس زي ما احنا شايفين هنا. نرجع بقى نقرا الكلام علشان تكون العملية وضحت. بصوا كده، تخيلوا الرسمة معايا او اذا كنتوا طبعين الورق وبصوا عليها. يبقى الستيجز عندنا اول حاجة مارجينيشن، فازو دايلاتيشن سلوز ذا فلو اوف بلاد ات ذا سايت اوف انجري. لما عملت توسعت البلاد فيسلز طبعا كميه الدم المندفعه لما لقيت مكان اوسع فابتدت تمشي بشويش، ده ادى فرصه للاميون سيلز ان هي موف توورد ذا بريفري اوف ذا فيسل. تاني خطوه قلت لكم اللي هي الرولينج، المارجينيتد اميون سيلز دي اندر افكت اوف سيلكتين بتعمل الرولينج، عمليه الرولينج دي علشان تمشي على جدار او يحصل الخطوه الثالثه اللي هي ادهيشن بالنسبه لجدار الخليه. الرولينج سفشنت سلوز ذا اميون سيلز تو الاو فور ماتش هاير افينيتي انتر اكشن بتوين ايه بقى؟ اليوكوسايت اللي هو الانتجرينز اند اندوثيليال ايكامز. الايكامز اللي هي انترا سيلولار ادهيشن مولكيول اللي هو الاي سيلكتين تو تيك بليس. This interaction strongly adhere the cell to the vascular wall, stopping their further travel through the bloodstream. يبقى هنا دي adhesion لزقته أو مسكته جنب الإيه؟ الوول بتاع البلاد فيسل. بعد كده عملية الإكزا إكسترا فازيشن اللي هي بتعدي من جدار الخلية under effect of protease. يعني بيطلع البروتيز بيدوب جزء من جدار الخلية ده، جدار البلاد فيسل عشان هي تبتدي تعدي. تالت خطوة الكيموتاكسس. الكيموتاكسس قلنا عملية الجذب بقى، نبتدي نجذب حاجات معينة أو خلايا معينة علشان تبتدي تقوم بالدور بتاعها أو الوظيفة بتاعتها. الكيموتاكسس دي عبارة عن الليوكوتراينز وكومبلمنت كومبوننت والبكتيريال برودكتس نفسها، البكتيريال برودكتس الموجودة اللي هي سبب الإيه؟ الإنجري. يبقى هنا أندر إفكت أوف كيموتاكسنز النيوتروفيلز migrate towards and activated by chemical substance اللي هي الكلام. يبقى هي migrate واكتيفيتد خلاص. بعد كده تحصل عملية الفاجوسيتوزيس علشان بتخلصني من الديب رايس وكل حاجة موجودة، ويرجع عملية التشو ريبير. في بعض الأحيان بقى الماكروفاج يعني في وظيفة تانية بتقوم بيها الماكروفاج والدندريتك سيلز، بتروح على اللوكال ليمف نودز وذ ديجريدد فاكوزايتوز ديبرايز، بتاخد الحاجة اللي أكلتها أو اللي كسرتها الديبرايز دي كلها أكت أز أنتيجين بريزنتنج سيل. ما تحصلش العملية دي تاني خلاص بقى، هي كده حددت ان الكلام ده حصل من الخليه دي، عملت لي انتي بادي او عملت ادابتيف اميون ريسبونس للميكروب ده، ما يقدرش يدخل مره كمان. فولوينج فاجوسايتوزيس الليوكوسايت اتمبت تو ديستروي فاجوسايتوز ماتيريال، تبتدي بقى الليوكوسايت تكسر الحاجات اللي كسرتها اللي عملتها الفاجوسيتك سيل عن طريق This charge of lysosomal enzymes للفاجوزوم. Oxygen dependent mechanism عن طريق ال H2O2 بالأكسجين، أو oxygen independent mechanism زي اللاكتوفيرين ولايزوزوم and hydrolysis. يبقى كده تخلصت من كل عملية الانفلاميشن، يعني الانفلاميشن قامت بدورها كويس وخلصتني من الميكروب اللي عايز يهاجمني، حجمته الأول في مكانه وخلصتني منه، وبعدين خلصت كمان من الديبرايس اللي كان موجود. يبقى دي فايدة عملية الانفلاميشن. دي الصورة اللي شرحنا عليها، ممكن تقروا الخطوات وتطبقوها على الرسم علشان تبقوا فاهمينها.
دي صورة بتوضح لنا الهيت جاية منين. ان قلنا الكارديينال ساينز اوف اكيوت انفلاميشن عبارة عن هيت جاي من ايه؟ كابيلاري وايدنينج فانكريز بلاد فلو. طب اللي بالازرق ده عندنا الريدنس والسويلينج، فلويد ريليز انتو تيشو جاي من ان ايه؟ انكريست بيرميابيليتي. وبعد كده التندرنس الاكسترافازيشن اوف ليوكسايت، الخلايا تتجمع في مكان معين فعامله لي تندرنس اللي هو الاتراكشن اوف ليوكسايتس. بعد كده فيفر وبروليفريشن اوف ليوكسايتس، هو ده اللي ابتدي يعمل لي البين. دي الحقيقه رسمه تانيه بتوضح لي عمليه دخول البكتيريا، من بدايه من دخول البكتيريا لغايه عمليه الفاجوسيتوزيس، وشرحها لك بالارقام. انا حبيت بس اجيبها لكم لانها واضحه هنا. نشوف هنا لو قلنا نمرة واحد بكتيريا and other pathogens enter wound، زي ما قلنا كده ادي الالوان بتاعتي هنا، ادي دي نمرة واحد. يبقى لما اتابع ابتدي اقول ان البكتيريا and other pathogens enter wound، دي نمرة واحد. نمرة اتنين البلاد والبليتلتس عملوا ايه؟ بليتلتس from blood release blood clotting protein at wound sites. يبقى تاني حاجة تبتدي بقى الخلايا بتاعت البلد تتجمع at wound site. طب الماست سيل secrete factors that mediate vasodilation and vascular constriction delivery of blood plasma and cells to injured area. دي الخطوة رقم ثلاثة اللي هي الماست سيل بتعمل ايه؟ بتعمل بتجذب الخلايا بقى وتبتدي تجيبها علشان تقوم بالدور بتاعها. هنا العملية اللي حصلت بقى اللي احنا شرحناها في الرسمة اللي فاتت، اللي هي عملية الادهيشن والرولينج والادهيشن والاكسترافازيشن لغاية ما دخلت النيتروفيلز للسايت اوف انجري علشان تبتدي تقوم بالدور بتاعها. نيتروفيلز سكريت فاكتورز ذات كيل اند ديجريد باثوجين نيتروفيلز اند ماكروفاج ريموف باثوجين باي فاجوسيتوزيس، اللي هي عملية رقم خمسة اللي هي دي عملية الفاكوسيتوزيس. طب نمرة ستة ماكروفاج سكريت هرمونز كولد سيتوكاينز، هنشوفها دلوقتي وهنعرف اللي هي الانفلاماتوري ميدياتورز. الماكروفاج سكريت هرمونز كولد سيتوكاينز ذات اتراكت اميون سيستم سيلز تو ذا سايت اند اكتيفيت سيل انفولفد ان تيشو ريبير. طب بعد كده inflammatory response continues until the foreign material is eliminated and the wound is repaired. متهيألي كده يعني أتمنى أكون وصلت لكم الصورة واضحة أكثر من إنها تكون حاجة الواحد يقراها. نشوف الكيميكال ميدياتورز كده مع بعض. في حاجة اسمها فازو أكتيف أمين، هي دي بقى الكيميكال ميدياتورز دي محتاجة منكم إن أنتوا تعملوا جدول وتحطوها في مع بعض، يعني تحطوها في هيئة جدول أو في هيئة صورة بحيث إن أنتوا تقدروا تحفظوها. مين اللي بيعمل مين بيزود البرميابيليتي، مين بيقلل، مين بيعمل كيموتاكسيز، مين ما مش بيعمل كده، الأمور تبقى واضحة غير ما تكون مكتوبة قدامكم. الفازو أكتيف أمينز عندنا زي الهيستامين وزي السيروتونين، وظيفتهم إيه؟ الهيستامين بيطلع من البيزوفيل والماست سيلز والبليتلتس، بيعمل ايه؟ بيزود الفاسكولار بيرميابيليتي. لكن السيروتونين ريليزد فروم بليتلت بس، وبرده بيزود الفاسكولار بيرميابيليتي. تاني حاجه عندنا الكاينينز، كاينينز زي البرادي كاينين، معروف ان الكاينينز عباره عن فازو اكتيف بيبتايد، بتعمل ايه؟ انكريز فاسكولار بيرميابيليتي اند برودوس بين. Both effects are cardinal features of acute inflammation. The kinin system stimulated by A بقى activated coagulation factor 8، the hegemon factor واللوكوترينز. Inflammatory lipids. The inflammatory lipids دي بتيجي من الميتابولايت بتاعت الارشيدونيك اسيد. لو فاكرين في الفارما كان الارشيدونيك اسيد لما بيكسره بيتكسر بالفوسفولايبيز اي 2 يوصل اسفه بيتكسر يعني الممبرين ليبيد بيتكسر بالفوسفولايبيز اي 2 وفوسفولايبيز سي، بعد كده يكون لي الارشيدونيك اسيد ومنه
السيكلوجينيز واللايبوكسجينيز، ده يديني البروستاجلاندين ولا يديني اليوكوتراينز. طيب الانفلاماتوري ليبيدز دي اللي خارجه من الفيت بتاع الاراشيدونيك اسيد with the exception of platelet activating factor. بعضها بروموت انفلاميشن whereas others clearly regulatory and deserves to limit excessive inflammation. يعني ايه؟ يعني ايه الميتابولايت بتاع حاجة واحدة بتزود الانفلاميشن ونفس الميتابولايت بتاعت او حاجة يعني حاجات تانية بتقلل الانفلاميشن؟ طبعا ما انا طول ما انا محتاج الانفلاميشن يكون موجود يبقى انا عايز الحاجة البروموت انفلاميشن. بعد ما الانفلاميشن قام بالدور بتاعه انا عايز المواد التانية هي اللي تشتغل عشان توقف لي عملية الانفلاميشن عشان يرجع يحصل تشو ريبير. طب اللي بيعمل فازوكونستريكشن الثرومبوكسين اي 2 والليكوتراينز سي وجي واي 4. طب اللي بيعمل فازو دايليتيشن طبعا البروستاجلاندين اللي هو الاي 2 والاي 1 والاي 2. اللي بيزود فاسكولار بيرميابيليتي ليكوتراينز سي 4 وجي 4 واي 4 والباف. طب اللي بيزود الكيموتاكسس لايبوكسين والباف. قلل الكيموتاكسس ليكوتراين بي 4. الأسئلة دي ممكن تيجي في الـ MCQ. اللي بيزود البليتلت أجريجيشن الثرومبوكسين A2. اللي بيقلل البليتلت أجريجيشن البروستاجلاندين I2. أعتقد أخدنا مع بعض الكلام ده في الأوتاكويتس. ده عندنا الفيت بتاع الفوسفوليبيد ممبرين زي ما قلنا كده هنا. بالفوسفوليبيز A2 يبتدي يكون الأرشيدونيك أسيد. اللايبوكسجينيز تبتدي تكون لي الليكوتراين B4 والليكوتراين C وD وE4 برضو، بس فرقناهم علشان عرفت الفرق بين وظائفهم. السايكلوكسجينيز دي بتكون لي الثرومبوكسينز والبروستاجلاندين. يبقى احنا عرفنا ان دي اللي جايه من الليبيد ميتابوليزم. نمره 4 السيتوكاينز. دي عبارة عن proteins, soluble proteins that play a wide variety of roles in immunity and acute inflammation. فيهم ايه؟ interleukin والinterferon. الinterleukins cytokines that act between leukocytes. الinterferon inhibit replication of virus within cell and activate macrophage والnatural killer cells. في عندنا التيومر نيكروزيس فاكتور ده بيقتل التيومر سيلز، يبقى كل واحد مختص بحاجة. في عندنا تيومر نيكروزيس فاكتور ألفا وانترلوكين 1 دول الكي سيتوكاينز في الأكيوت انفلاميشن. ليه بقى؟ induce the expression of many other inflammatory cytokines and chemokines. في عندنا الانترلوكين 8 is produced at site of inflammation and promote neutrophil chemotaxis to site of injury. ما ايه قصة البليتلت اكتيفيتنج فاكتور ده؟ ده بيطلع من الماست سيل والنيوتروفيلز خلال عملية الدي جرانيوليشن. ايه الافكتس بتاعته؟ induce platelet aggregation و degranulation, increase vascular permeability, induce leukocyte adhesion to the endothelium and stimulate synthesis of arachidonic acid derivatives. سادس حاجة عندنا الكمبلمنت. كمبلمنت بيعمل activation activation of complement cascade promote several process. يعني لما الكومبلمنت ده بيتاكتف بيبتدي هو نفسه ياكتف several processes بعده. زي عندنا ايه؟ الكومبلمنت 3A وكومبلمنت 5A بينديوس degranulation of mast cells and basophils which release histamine. يبقى اول حاجة الكومبلمنت ابتدى يطلع لي الهيستامين and thus cause vasodilation and increase vascular permeability. لو رجعنا نبص على الرول بتاع الهيستامين هنلاقي vasodilation و increase vascular permeability. طيب الكومبلمنت 5 also promote the generation of several inflammatory lipids and induce chemotaxis of immune cells. Additionally, opsonization of microbes by C3b. يعني ايه opsonization؟
اوبسونايزيشن يعني عملية تحول الديب برايز إلى حاجة زي البلعة. يقول بلعمة، لو جبت ترجمة ليها كده يقول لك بلعمة، يعني بيخلي الديب برايز ده يجمعه ويخليه حاجة كده زي اللقمة أو الحاجة اللي هتبلعها الفاجوسايتس. يبقى مين اللي بيقوم بالدور ده؟ السي 3 بي. يبقى عرفنا ايه دور كل كومبلمنت فيهم، سي 3 اي وسي 5 اي وسي 3 بي. بعد كده النيتريك اوكسيد عارفين ان هو بوتنت فازو دايليتور، بيطلع من الاندوثيليال والماكروفاج، اكت از ريجولر اوف انفلاميشن، اكتفلي ريديوسينج ذا افكت اوف اذر برو انفلاماتوري ميدياتورز. وفي عندنا الاكيوت فيس بروتينز، في حاجه اسمها دايما اسمها سيري اكتف بروتين، دايما في حاله اي حاله انفلاميشن يقول لك اصل السيري اكتف بروتين عالي. السيري اكتف بروتين ده مش انديكيتور لحاجه، يعني ما اقدرش اشخص بيه حاجه، لكن اشخص بيه ان في انفلاميشن. فين الانفلاميشن ده؟ انا ما اعرفش، وبسبب ايه برضو ما اعرفش. لكن السيري اكتف بروتين ده بيطلع من الليفر، dramatically increases during inflammation وinduced by circulating levels of interleukin 1. زي ما شفنا كده كل ميدياتور بيطلع الميدياتور اللي وراه علشان كل واحد يقوم بالدور بتاعه. الكرونيك انفلاميشن لو اتكلمنا عنها هنقول عليها source of injury of chronic inflammation may be persistent microbial infection. لازم حاجة تبقى ثابتة وقاعدة عندي لفترة طويلة علشان يبتدي يحصل الكرونيك انفلاميشن. وعلشان كده احنا مستغربين جدا ازاي كوفيد بيعمل فايبروزيس في اسبوع. Persistence of toxic particles or the continuation of autoimmune pathogenic mechanism زي الارثرايتس مثلا او الروماتويد ارثرايتس. Whatever the cause, chronic inflammation evolves when the initial acute inflammatory response cannot eliminate the source of cellular injury. زي ما قلنا في الأول خالص كده قلنا ممكن عملية ال acute inflammation ما تتمش بالكامل وتبتدي بقية الديب برايس موجودة، يضطر الجسم يبتدي يعمل chronic inflammation مع طول الوقت. The prolonged presence of activated macrophage in chronic inflammation leads to overproduction of biologically active products and therefore tissue damage. يعني ال chronic inflammation هي اللي بتكون السبب في tissue damage. عايزين نشوف ال patterns بتاعت ال inflammation. عندنا حاجة اسمها fibrinous inflammation، من اسمها كده معناها انها الفايبرين دخل فيها، يعني فيها فايبرز. Deposition of increased amount of fibrin on a tissue surface. Example, in acute pleurisy secondary to acute liver pneumonia. Pleurisy اللي هو الالتهاب في البلورة، في الغشاء البلوري، نتيجة لحاجة تانية. يعني حصل نيمونيا والنيمونيا دي اتحولت إلى أو ابتدى يحصل inflammation، فبيبقى زي عبارة عن حاجة فايبرين اتكون في عمل الانفلاميشن. سابيوريتيف انفلاميشن، سابيوريتيف انفلاميشن دي كاركترايزد باي باس برودكشن، يعني بيكون فيها باس كوزد باي انفكشن ويز بايوجينيك بكتيريا. لسه احنا قلنا بايوجينيك، باي يعني باس، جين يعني بروديوسنج، يبقى البكتيريا اللي بروديوس باس زي الاستافلو كوكس اريوس اند ستريبتوكوكس بايوجينز، دي ممكن تكون السبب في سابيوريتيف انفلاميشن. هيموراجيك انفلاميشن معناها ان في بلاد. جه منين بقى؟ البلاد فيسلز within ذا اريا ماي ربشر، وبالتالي هيحصل تجمع دموي في المكان ده زي الهيموراجيك نيمونيا ومنينجوكوكال سيبتسوم. جرانيولوما، جرانيولوما is a form of chronic inflammation in which modified macrophage turn epithelioid histiocytes aggregate to form granulomas. يعني هي بتتجمع مع بعض وتبتدي تعمل الجرانيولوما. surrounded by lymphoid cells occur in response to indigestible particulate matter within macrophage. الماكروفاج احنا قلنا ان هي كرونيك انفلاميشن بتتكون لو الماكروفاج ما قدرتش تتخلص من
المعدة. بعد كده الابسس اللي هو الخراج ده عبارة عن ابسس. الابسس ده عبارة عن ساتوريتد انفلاميشن لوكالايزر، يعني هي مكان اتوجد فيه الفص، انفلاميشن موجود فيه الفص. يوجوالي كوزد باي بايوجينيك بكتيريا زي الستافيلوكوكس اريس. بيبقى موجود فيه سنترال اريا موجود فيها ليكويفيكتيف نيكروزيس that is composed of dead or drying host cells combined with microbes and microbial detritus. كله على بعضه موجود. An intense ring of neutrophilic inflammation is usually observed around this central necrotic area. يعني هلاقي كمان neutrophilic inflammation حواليها، حوالين الابسس ده. Over time هيحصل fibrosis، يعني تبتدي to surround the abscess in an attempt to guarantee the infection. يحاول يحفر على الانفكشن ويخليها في المكان ده. يعني هي الابسس ده عباره عن saturated inflammation وحواليها neutrophilic inflammation ويحصل في عمليه fibrosis. تلاقيه من بره كده ناشف لو دست عليه، ولو دست عليه في النص تلاقيه طري لان هو موجود في الفص. حابين نعرف بقى systemic effect of inflammation. Both acute and chronic inflammation can produce a number of systemic effects including أول حاجة احنا قلنا في حرارة بايركسيا، يبقى polymorphs and macrophage produce pyrogen اللي هو زي الانترلوكين 1 which act as act on the hypothalamus. يبقى الحرارة جياني من الافكت بتاع الانترلوكين 1 على الهايبوثالاموس. constitutional symptoms زي الماليز والنوزيا والانوركسيا. في عندنا reactive hyperplasia of the mononuclear phagocytes. في عندنا enlargement of local and systemic lymph nodes. hematological changes increased erythrocyte sedimentation rate اللي هي سرعة الترسيب. leukocytosis and acute phase protein release اللي هي C-reactive protein. ممكن يحصل weight loss occurs in severe chronic inflammation زي في حالات التي بي. اخر حاجة عندنا النهاردة ال wound healing، وعايزين نعرف الميكانيزم بتاعها. في عندنا نوعين، healing by first intention ده primary healing، زي ما يكون واحد متجرح جرح بسيط او حاجة بسيطة فبيحصل الهيلينج ده. ال edges بتتجمع او المارجنز بتاعت ال wound ده opposed بتتجمع حوالين بعضها وjoined by fibrin deposition which is subsequently replaced by collagen and cover by epidermal growth زي السيرجيكال انسيجن وند. يعني حاجة جراحية بسيطة، قلت الايدجز بتتجمع جنب بعض عن طريق وترتبط بفايبرين ديبوزيشن subsequently replaced by collagen والايه covered by epidermal growth. طب النوع التاني الهيلينج باي سكند انتنشن، وده لما بيكون الجرح عميق شوية. بيحصل ايه بقى؟ wound margin are unopposed بعاد عن بعض due to extensive tissue damage. tissue defect fills with granulation tissue، يبقى ده الاختلاف. وبعدين epithelial regeneration to cover the surface، وبعدين بيحصل granulation tissue eventually contacts resulting in scar formation، يعني بيسيب ندبة او بيسيب اثر مكانه. يعني اتمنى ان شاء الله ان انتوا تسمعوا الريكورد كويس وتطبقوا على المحاضرة، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة اللي جاية بإذن الله.